زي ما انت شايف ده فيديوهات عن طريق التزييف العميق او الديب فيك، زي ما انت شايف انا نيمار ورونالدو وايلون ماسك وده صورتي الطبيعيه. ايه رايك في الشغل اللي فات ده؟ ده شغل ده اسمه التزييف العميق او الديب فيك، على قد ما هو موضوع غريب شويه لكن شوف عقليه البشر وصلت ان هي تقدر تخلي صورتك شبه صوره شخص تاني. كل ده بيتم عن طريق الذكاء الاصطناعي وبرمجه اسمها البايثون. طيب تعالى كده نعرف في الفيديو ده ازاي تقدر تعمل زي الريلز اللي فات، ازاي تقدر تعمل حاجه زي كده او تخلي صورتك معموله بالذكاء الاصطناعي صوره شخص تاني. يعني ممكن تضيف انت صورتك تخليه شبيه مثلا لكريستيانو رونالدو او تخليه شبيه لنيمار، تكون شبيه لإيلون ماسك، ستيف جوبز، بيل جيتس، اي شخصيه انت محتاجها هتخلي صورتك شبيهه له. وكمان ممكن تتحرك وتتكلم زي ما انت شفت في اول الفيديو. يلا بينا كده نبدا الشرح علشان ما اطولش عليك، لكن ما تنساش تعمل لايك سبسكرايب. يلا بينا كده نعرف افضل مواقع تحويل الصور بالذكاء الاصطناعي وتحويلها لفيديو. يلا بينا. زي ما انت شايف كده انا اول حاجه بخش على موقع اسمه ايكول، واسيب لك رابط الموقع موجود في التعليقات او الوصف. الموقع دي افضل يعني بكتير من اي موقع تاني، كل عليك بس بتروح عندك على الموقع ده بتلاقي فيه مميزات كتير قوي. مجرد ما انت تكتب بس اي حاجه انت عاوزها هو بيكتب لك او بيرسم لك الصوره التخيليه، وبرده بيعمل لك ازاله الباك جراوند، لكن شغلنا كله هيبقى على فيس سواب. مجرد بس ما تضغط عليها ضغطه كده هتستنى شويه لحد ما يفتح لك واجهه الصفحه الرئيسيه. تمام كده انت فتحت الصفحه، كل عليك بس بتعمل حاجه اسمها سكيب اول. تمام، وهنا بتقول هنا تشوز فايل، وهنا بتبدا ترفع الفيديو الخاص بك انت. ممكن فيديو مدته 10 ثواني 15 ثانيه، لو هتزود اكتر من كده طول ما تزود، طول ما بيكون في وقت اطول، طول ما بيكون في سحب داتا اكتر، لكن حاول تخلي الفيديو ممكن يكون 10 ثواني، يا حاجه كويسه جدا وده المفضل. تمام، اضغط عندك على تشوز فايل. خلي بالك بقى انك تختار اي فيديو من الفيديوهات دي، على سبيل المثال ان انا هختار الفيديو الاصلي. تمام، واقول له هنا اوبن، وبعد كده تستنى شويه لحد ما يعمل رفع للمنصه او يعمل ابلود للمنصه. لو جيت تلاحظ ان في حاجه اسمها كريدتس، هو بيدي لك 50 كريدتس في المعامله الواحده، يعني مجرد ما انت بتعمل تسجيل دخول عبر حساب جوجل بتاعك او حساب الجيميل هو بيدي لك 50 كريدتس تقدر تستخدمهم، يعني كل تقريبا تعامل بكريدتس. فانت لو محتاج كريدتس اكتر ممكن تعمل حسابات جديده، يعني كل ما الحساب بتاعك الكريدتس تخلص ممكن تعمل حساب تاني وهكذا. زي ما انت شايف كده دي كده عامل ابلود للفيديو بتاعنا. بعد كده تضغط عندك على كلمه تكست، طبعا ده المساعد، اضغط على نيكست واعمل جوت اد. من هنا بيبدا يعرض لك شكل الفيديو بتاعك انت، يعني مثلا زي ما انت شايف كده ده الفيديو بتاعي الاصلي، لكن كل عليك بس تضغط عندك على كلمه زائد او علامه زائد هنا، وبعد كده تختار الصوره بتكون انت عامل لها داونلود عندك على الجهاز، الصوره اللي انت حابب يكون شبيه ليك. يعني مثلا هضغط عندي علامه بلس هنا واروح عندي على محمد صلاح او صوره محمد صلاح، وبعد كده بقوم محددها زي ما انت شايف كده، وبستنى شويه لحد ما تضاف الصوره معايا على الموقع بالشكل اللي قدامك ده كده. مجرد بس ما بضغط عندي على الصوره هحول صورتي انا في الفيديو لمحمد صلاح. تمام، بعد كده بضغط عندي على حاجه اسمها فيس هنا، بضغط عليها بعمل لها اون، بعد كده بضغط عندي على هاي كواليتي فيس سواب. تمام، وبستنى شويه كده لحد ما يقول لي هنا هيحولني على ماي لايبراري اللي هو المكتبه بتاعتي. مجرد بس ما بضغط عليها كده بتلاقي المنصه بتبدا تعمل بروسيس للفيديو بتاعك او بيعمل جنريت للفيديو بتاعك. هتستنى تقريبا حوالي ممكن نقول من دقيقتين لثلاث دقائق لحد ما الفيديو يكتمل، ولما نيجي ننزل فيديو هنشوف هنوصل مع بعض لحد فين. وزي ما انت شايف كده تم انتهاء من تصميم الفيديو، وكل عليك بس تضغط عندك على العلامه اللي هي بتاع داونلود زي ما انت شايف كده. مجرد بس ما بتعملها داونلود احفظها في اي مكان، بعد كده قول له هنا سيف وتفتح الفيديو بقى من جديد، هنشوف الفيديو هو نفس اللي احنا كنا عاوزينه ولا لا. دلوقتي اتاكد معاكم كده ان هو نفس الفيديو. تمام، زي ما انت شايف كده هو تقريبا انا شبيه لمحمد صلاح شويه. ده ميزه الموقع ان هو بيحولك صورتك انت بيكون شبيه للشخصيه اللي انت ضفتها في المنصه. كده الشرح انتهى، اتمنى يكون الشرح عجبك. هتلاقي رابط الموقع ده موجود في التعليقات او الوصف، ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب. سلام.